فالأخت خديجة تقول هي معلمة قد بلغت 65 من عمرها يا شيخ، تقاعدت الآن وتريد أن تتفرغ لحفظ كتاب الله وتريد أن تحفظ برواية حفص، تقول لأنها أسهل من ورش. هي الآن بدأت تقول من البقرة فشق عليها، وصلت الآية 100، تريد الآن أن تبدأ من سورة الناس حتى تصل إلى البقرة، هل من بأس أن تحفظ بهذا الشكل؟ لا بأس، لكني أشير على أختي أن تكمل البقرة بما أنها بدأت البقرة وشرعتها، يعني ما بقي لها شوي، هي انتصفت تقريبا إن شاء الله، فأشير عليها بتتميم البقرة. البقرة بركة، كما أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، ففيها خير كثير، والقرآن كله مبارك، لكن هذا من فضائل سورة البقرة التي جاء فيها الفضيلة هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأتم يا أختي البقرة، ثم إن شئت أنت تبدأي من الناس، أمد الله في عمرك وبلغك مناك، وثمة من حفظ القرآن وهو فوق 70، أرجو أن نسمع إن شاء الله ذلك عنك إن شاء الله تعالى.